مع ضد مع او ضد الحملات ديال مقاطعه التمور الجزائريه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بمتتبعي قناه اخبار صار الماء. شوفوا لما سئل الخلفي عن مقاطعه التمور الجزائريه، شوفوا الرد كيف كان، الرد بمنطق بحكمه بعقلانيه. لا انا ماشي مع الحمله ديال مقاطعه التمور، ما خصناش نتورطوا في شي شيء يعمق الازمه في العلاقه بين الشعبين. احنا عندنا مشكل مع الحكم في الجزائر اللي اعتمد سياسة عدائية تحريضية وتورط للأسف باش يبدا يأجج حتى الشعب المغربي، وهذاك الشيء اللي وقع للسب ديال اللاعبين ديالنا في المدرجات. فما خصناش حنا ندير واحد رد فعل اللي في نهاية المطاف غادي يستغلوا الحكم الجزائري باش يجي يأزز، راه حنا شعب واحد. ولهذا نتعقلوا وما نعطيوش دليل على أننا داخلين في واحد الحرب بين شعبين. لا،